اهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا، تحيه لكل اللي انضم لمتابعه ظلال الاصيل في هذا المساء. تعودت دائما من خلال امسيات الخميس انه يكون في حضرتنا الباديه الجميله، في حضرتنا المسادير والدوبيت والشعر الحلو شديد اللي احنا بنحبه، شعر الحماس والشعر اللي بيلهب في دواخلنا كثير من المعاني الحلوه والساميه واللي دائما بيودينا لنكهه خاصه جدا. احنا مبسوطين انه يكون معانا محمد علي الشهير بالنجاضي. اهلا وسهلا بك الشاعر محمد علي. حباب اخواننا اهل العز، حباب اعلامنا، حباب البيهم الدار مطمئنه وامنه، حباب البيهم العز والنفس طامنه ترحيبا يفوق عدد الرمال وارغامنا. مرحبا مشاهد برنامج ظلال الاسيل الاصيل، مرحب بكم وحبابكم وان شاء الله ربنا يديكم العافيه والسلام. يا مرحبا بك نجاضي. وكده قبل ما ندخل، النجاضي دي لغب ولا منجد الناس؟ والله النجاضي دي طبعا اسم اللغب، اسم اللغب، واسم اللغب ذاته ما جاي من فراغ يا استاذه. اول حاجه محمد علي النجاضي، قبيله النجاضي لهم التحيه في ولايه شمال كردفان وشرق الجزيره. جدهم محمد النجيض، محمد النجيض ده يلا انتمت له القبيله، وعشان كده انا انتميت للاسم محمد علي النجاضي. النجاضي انتماء للقبيله وانتماء لجد القبيله. غايته بالشعر قول نجطه مصلك ما تزعل. محمد يعني او النجاضي كما يحلو لك انه ينادوك به، شاعر عندك كثير من ضروب الشعر في نواحي مختلفه ومتعدده، في الدوبات وفي المسادير وفي غيرها. كلمنا عن بداياتك، متين كانت ومتين لقيت انه انت بتقدر تكتب رباعيات او بتقدر تكتب اخوانيات او مسادير او كذا، واول نص كان كتبته متذكره لنا كان شنو؟ والله مرحب بك مره ثانيه، وده سؤال انا والله متمنى الناس تسالني له يعني من زمن بعيد جدا وما في ناس تسالني له في اي برنامج. فانا والله بديت من زمن الابتدائيه زي ما بقولوا زمان، في الابتدائيه في طابور الصباح انا كنت بدري شديد. اي بدري شديد كنت بشارك يعني في 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 طابور الصباح، بشارك بالدوبيت. وثاني بعدها انطلقت الحمد لله 2005 سجلت برنامج، 2005 اول برنامج وانا طالب سجلت في برنامج غبسات من الباديه. تحيه اللهم ارحم عمنا غبسات من الباديه، الله يرحم عمنا جبر الله عوصيد، الله يرحمه ويغفر له، كان ماسك البرنامج ده اول انا سجلته، كان 2005 سجلته في غبسات من الباديه وانطلقت ثاني. طيب متذكر لنا اول حاجه كان انت اول نص كتبته وحاسس بانك انت كتبت لك حاجه عظيمه يعني؟ والله اول حاجه انا بديت بالنصوص اصلا. كتبت لي نص يعني، كتبت نص عشره كم سنه تنساها ما بين يوم وليل وتقطع رسائلك مننا وتلومنا من غير اي لوم، ما صاح بدينا الريد معاك من غير شروط، ما جابنا بس لك حننا وانت البديت سبب فراق، نحن السبب ما مننا وامالنا فيك لسه عراء، تعطف وتسال عننا وتطرانا بس زي كل يوم، وين الحنانك كان زمان اين الوعد، وين الحروف اللي اختفت الحلوه زي طعم الشهد، سارت سراب ضباب غيوم، ننسى المضى ونشوف سواك نرجع الجسم ونقول خلاص ريد انتهى وامر حكم، ونعاتب الزمن العنيد ونقول حبيب وخلاص ظلم ظلم الحبيب، ما اصله نار لكن عذاب هجرك رسم جواي خيوط البهدله وجرح الفراق اللي انكتم خلاني زي باكي فطيم، من الحنان فاقد العشم شاي الجراح وعلى الكفوف، وبسال وما بسال عشره كم سنه وتنساها ما بين يوم وليل، وتبدل الريد بالجفا وتزود صدود هجرك يدوم ليسيد هواك الليك ما بيعتب يلوم، لا خان هواك لا غيره لكنك انت بقيت ظلوم، لا حن قلبك لا عتم، حطمت للريد الشرب من يم لغاك، وكسرت للبانيه وكان اخلاص هواك، ودحت لزول بريدك وما سلاك وكان بريدك، وبيك فتن مقتول لماك ما دولك بتحن عليه وقلبك رحم. عشره كم سنه تنساها ما بين يوم وليل وتزيد صدودك عننا. وطبعا الكلام ده كلام قديم جدا. كويس انك انت حافظه ما شاء الله، انا متخيله طبعا انك تدينا منه حاجه بسيطه باعتبار ان يعني الفتره الزمنيه قد تكون طالت عليه، لكن شكله من النصوص المحببة جدا للنجاضي عشان كده هو حافظه بالحيل. الله نعم. يا سلام، بيقولوا في كل نص عندك نص كده بتحبه شديد. نعم. طيب خلي اقرا لنا واحد من النصوص اللي انت بتحبها جدا. من النصوص ولا من الرباعيات؟ الرباعيات اللي انت حابها، رباعيات دوبيت مسادير الحب انك تقول. نعم الرباعيات، الرباعيات انا بديك زي ما بقولوا الوصية.
يا اخي الله عندي وصيه لازم اقول في مقطع بيوت شعريه شفناه في الدنيا القدود مو شويه شفنا سرور كم لله فيها اسيه كان خاويته ما تخاوي الطبائع عدنيه خاوي الوالد عازي الخالو من الميه كان خواك بيخلص بسخاوتنية يوم الواجب ماله دم وليك هديه خاوي بعز اخوانه بيقدل ديمه في عزه وكرمه ضيفانه خاوي الديمه في الجيران كثير احسانه يوت تلقاه مليان بالضيوف ديوانه وخاوي الليك ديمه بطيب نياته ما تخاوي القليل رايه بشاور اخواته خاوي بيدفع الحر البهل دومات يوم الحوض ليك فرش حسناته خاوي بيدفع الحر اللي بشق التيها خاوي نفسه من كل المعاصي نزيها خاوي الصميم معروف اللي بدورها بسيها ما تخاوي بيقول لك كلمه ما هو فيها وما تخاوي الصداق تتعلك خاوي الفاهم ان ضليت طريقك يدلك خاوي الراجل اليوم القواسي بحلك خاوي في الظروف واقف معاك زي ضلك احذر قوه الخداع قوه باطله ما بتجلب وراها نفاع خاوي بكرم الضيفان وكيل الصاح خاوي بنحر الشجره السناف اضراع وخاوي الجود ظاهر غره خاوي الوشو من كثر الضيوف ما صرى خاوي بساندك بالليالي المره بشد من ازرك إن حصلت عليك مضره اخوي الشده فوق بشمره دارح فوق للتصميمه ما ضاق عمره اخوي الديمه بخطر في النجوم غير قمره سكينه لضيفانه بتبيت حمره اخوي من تبه ما بتخمل بدفع حقه زي الفنقدود ما أمل صبار الأسد اللي الوجع بيتحمل إن حباك أخلص وإن جفاك ما كمل قولي بحقه بيطيبته جميل أفعاله كرمه راسه من جده أبوه وخاله جاهه العشيم بديه ويستر حاله تعطي مين دون تعلم عطاه وشمال طيبا طيبته تصحر في جبينه وفاله بحلك رايه وينقست الأمور بيماله خوي إن شاء الله تبقى الصعبة يو سهلاله يوم الواجب ماله فله ما بيرتاله كريم وبشوش يقضي فروضه عطاي كفه في الواجبات مندر عوده حاطم طي اخوي كرمه بيوازن جوده تعبان البعاديه وبدان حدوده كان سويت فيه الشين جميل وفرشه بحلك رايه وانقست الامور بيقرشه اخوي صميم قواس الدنيا ما بتهرشه كان خواك ما بجرح ضميرك يخرشه صلاه ينتغي وبقضي واجبه وفرضه ويستر حاله ويستر حال اخوه وعرضه ما بوفيه مهما لمك يا جرده حلال عقدة اليوم الحلل ما برضو اخوي بينصحني اخوي كان صيت قلق بهديني اخوي الباقي لي ضراع وباقي يميني اخوي الخط ليزر فيه وقواسي سنيني وامك راضي قالت من ظلامي وعيني وقت العيش غلى وعلى المساكين قال ايدك وابل العين السحاب عن قلة نحار البكار من دفعه امام الله كرمك صيت وطالع في البوادي وحله بيت عزة ما يهمك كلام العازل صاحب جاه وللناس الضعاف مك هازل جودك فطرة في بيت المكارم نازل من باب عزة عندك في السرية منازل مسامح رسمي فد يوم لا ظلم لا غشة نحر الناقة عندك زي كسلة القشة بدل عندك اللي بديها ما بتفشى في كل اللي بشوف حجاره حتى يتعشى بدل عندي ما بيسأل من الماجات بس بالشط عليه جوك الصلواته بيكمل يوم ما بين سبحة ومصلاته مما تبى ما زماله زول في حياته نفسه عفيفة ما بتفشى بالبديها ولا اداها ما بدورك تكافي عليها العانيه ما بيقمح ما بيقمح من الجايها بد اللي عنده والعند الله مترجيها بد اللي عنده والعند الله مترجيها يا سلام يا سلام ما قصرت مع الزول ده كتبت فيه يعني الرباعيات دي اديته كفيت ووفيت في حقه يعني في ظل العلاقات الوطيدة اللي بتربط ما بين شعراء الدوبيت والمسادير بصورة عامة بيقال إنه علاقاتكم قوية ومتينة شديد في ظل الترابط الاجتماعي اللي بتكون فيما بينكم والإخاء وغيره لياتو مدى ممكن أنتم تكون علاقتكم حلوة شديد ببعض لدرجة إنكم بتكتبوا في بعض يعني نصوص ورباعيات بتكون باقية يا سلام أول حاجة العلاقة بين شعراء دوبيت علاقة وطيدة جدا وعلاقة وصلت للعلاقات الاجتماعية في الأفراح في الأكراه يعني متواصلين وأي شاعر يعني إن كان ما لقى أخوه ده ما صادفه ولا كده ما تلاقوا هو إياه بيكون عارف لأنهم بيناتوا الرابط عندنا التحية لأسرة ديوان أبو السري الأدب الشعبي أسرة ديوان أبو السري الأدب الشعبي دي المجموعة من الشعراء كان في بدايته مجموعة من الشعراء جوهم المستمعين يعني جوهم ناس مستمعين أي واحد عنده مستمعين جوه وأخوان ولمه فأصبح كيان كبير جدا أول حاجة أصبح يعني أصبحت مجموعة ما شعر فقط كان السبب الشعراء
لكن أصبحت مجموعة خيرية. أسرة ديوان أبو السارة مجموعة خيرية. أول حاجة بتكفي الأيتام، وتاني بتعمل ختان، بتعمل ختان سنوي. نعم. أي وبتقدم يعني خيرات كثيرة للمساكين، وبتمشي في حل المشاكل، العفو والرقاب، الرقاب يعني والعفو بيمشوا يعني. أي ده هو الدين طوالي يا محمد علي، ما قطع على كلامك، لأنه الآن في الآونة الأخيرة أصبح واضح إنه شعر الدوبات أو شعراء الدوبات بصورة عامة، والدوبات والمسادير وغيرها بقت منتشرة في المجتمع بصورة عامة. زمان كانت ممكن تكون محصورة في البادية، محصورة في المناطق المحددة اللي هم بيلقوا نفسهم فيها وبيحبوها وبيحاولوا إن هم يعني يستنطقوا الكلمات من خلال البيئة من حولهم، لكن الآن بقت موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، بقت مقاطع بنشوفها في حتات كثيرة، بقى حتى شعراء الدوبات وشعراء المسادير هم منتشرين انتشار واسع. اتغيرت تركيبة المجتمع، الناس بقت تحس بأنه هو فعلا شاعر عنده قضية بيحاول إنه هو يطرحها في الساحة، وعنده ذائقة مختلفة من خلال النصوص اللي أنتوا بتقولوها والمسادير والرباعيات وغيرها. بعدين بتلهب الحماس، أهم حاجة إنه بيكون فيها حماس كده بتخلي الناس لا شعوريا هي تنفعل معه وتنجذب له. هل ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في الحاجة دي، ولا في ما بينكم أنتوا ذاتكم كشعراء حاولتوا إنكم أنتوا تطوروها؟ والله أول حاجة تحية لكل منبر إعلامي. أول حاجة نعم، المنابر الإعلامية ساعدت في نشر هذا الإرث وفي نشر الأدب الشعبي، ولكن الدوبيز ذاته فرض نفسه إنه هو رسالة، بيأدي رسالة وبدل على التوحد. الناس ذاتهم الشعراء بيتكلموا في التوحد، بيتكلموا في وحدة السودان، بيتكلموا في الخوة، بيتكلموا في الشهامة، وبيتكلموا في الخوة وفي أي شيء يعني. فهو فرض نفسه، الدوبيت فرض نفسه السعدية على كل البرامج الأدب الشعبي أو الغنوات والإذاعات. النجاد في طلب خاص من الكنترول، قالوا دايرين نص أو رباعية في الفخر والحماس، ده طلب من الكنترول. يا سلام يا أخي، في الفخر. طيب. في الفخر سوداني، سوف أكون فداك وسألاقي مشاعرك مهما تمسي لي يحلو يسلي مزاقك، أحفظ لتُرابك أو فليك ميثاقك يا سلت إذا العالم يدوم إشراقك، بالواو وبالله العظيم يا وطن بهواك ترابك وارسه من ناس أزهر العزاك، ما دام أصله تحبوبه مات في فداك حانقيف وقفة صلبة للبدور يا غزاك، بالدال دايما نحن يا وطن الجدود لحماك، ودايما نحن لترابك نكون سيرباك، جمالك حكمة سبحان ربنا السواك، ده السبب اللي مخلي قلوبنا ديما معاك، بالألف أنا الما برضى فيك ومن هواك ملأت، يا وطن الجدود هاويك منذ نشأت، لا أرضاه ذلك نعم أرضاك جميل وشرقت، لا وألف لا غيرك يا وطن ما عشقت، بين نون نونك نايرة وناسك ناس وحكمك شرع، بين صورة الإخلاص من عين الحسود يحميك رب الناس، يحفظك الله بصورة الفلق والناس، وأنا أفتخر لك في الوطن الصغير. يا سلام يا سلام. ها هي كردفان بسلطته بيجاها، تودع للبفوتة وتحتفل بيجاها، رب العزة بأحسن كساوي كساها، فيها رجال تصادم للمحن بيجباها، أنا يا كردفان جوا الحنايا بعصرك معروف، إنت محبوبة وعروسة عصرك، نجاك العميل نحن الشباب بنصرك، من جار الزمن نحن اللي بنجبر كسرك، بلد الجد وجد الجد وأرضك غرة، خيرك دي مدافك للقريب والبرة، مهما تكون علينا مؤامرات من برة حنفديك يا وطن الشرف كم مرة، أن نتفق نحن الجميع لعمارك، وأن نتفق إنه الخلاف يا الغرة فيه دمارك، خيرك فوقنا دافك دور رسوم وجمارك، شبابك نحن نحميك ونعمر دارك، فيك بترول فيك تعليم فيك الصحة فيك خيرات ومحصول الحبوب ما شحة، نحن الفيك رايات النصر نرفعها، كان زحينا قول جبل المسلة الزحة، نحن الفيك رايق أنفوس نمي مزعوجة، نحن الفيك يوم الحارة قاطعين سوجة، فيك رجال صناديد حزمتهم مدروجة، للضيفان بتلقاهم سنام مقلوجة، راجع وتابع التاريخ ووزن الموجة، للعدانة نحن نهبر المقجوجة، نحن نحل ونحن نعدل المعوجة، نحن الراش نحن ندرج المعروجة، فيك أصالة يا بلد الكرم موروسة، فيك شجاعة لي منكورة لي مدسوسة، فيك العزة من أجدادنا ما بمكوسة، فيك خيرات وجهد الرجال محروسة، فيك يا الغرة نتحدى ونواصل طالو، والجاييك بتخريب سخرنا بقالو، القاصد دمارك نحن نصداله نفتح فيه جرحا ما بقيفه الشال.
مهما زادوا في التخريب ومهما قالوا أخوان عزة فيك تقال نابي إن شاء الله. أعني جربونا وأقصد اللي بيتعالوا حبابكم جملة والدايرين به وتعالوا فيك الرتل القرآن رواية رواية فينا النصح المجنون محايا وآية أهل النوبة والتقابة والمصلاية أهل السبحة والبريق وأهل دواية نحن بنركب الشوح البسين ده التاية يوم الحار حر من جمرة الوطاية الداخلنا نحترم ونخدم حفايا والعادانة بنجيب راسه في المخلاية الما بينا ما بندوره والدايرنا نفتح للمعزة قصوره نحن جدودنا الدائرنا ما بندور والدائرنا نفتح في المعز قصوره كرم جد ورث الجدود وارسلنا ليه منشوره نحن العز ملكناه وعبرنا بحوره نحن جدنا نحن نخلي الفخر ده ذاته نحن وصلنا لحد ما الدائرين ده بيتعملوا لو ايه شو ما دائرين طيب انا عاوزه امشي معاك يعني واحد من ضروب الشعر والدوبات والمسادير الاخوانيات اللي انت تكلمت عنها في الاول والإخوانيات يمكن هي نموذج مختلف ومتميز كتبت كثير في الإخوانيات إخوانيات كتبت فيها كثير الحمد لله والناس يمكن ذاتها بتعرف قناي قبل الواحد ما يلاقيني بيعرف قناي يعني من الإخوانيات من الحكم في على مثال على أقرب مثال يعني عندي أغنية مشهورة بتقول اللي بتولى أمر الآخرين بيتعلى والبتعالى فوق اخوانه كيد بيتدلى يصح صاح وتبطل دعوه ما صلى مشكله بحل المشكله بتنحل الاخو عزه الاخو فزعه والاخو راي الحر اصله دائما للجميل طراي الخير زينه والحر في السيوف فالراي الحر نسبه قلب الحر هي الجراي سمح الخوه وطعم الخوه يوم المحنه كم خاوينا وكم كم في الرفاق ربحنا تقع عقدالنا نترجاها صابرين نحن راكزين ركزه كان طاح الجبل ناطحنا الله الدانين وعخوان يشيلوا ويخدوا حاشا وكلف اليوم لرفيق ما أنتوا تعالوا أوريك صاحبين من صمام أنا قدتوا صاحبي كريم أخوي بيفقدني كان ما فقدتوا من نوع اللي بكرمك شان مصالح وشكره وللنوع اللي بمدك شان يحاسبك بكرة خوة صادقة من خوة مقاهي وحكرة وارس العز ومن أجداد وارس الذكرى الله الدانين وعخوان رجال وعزة والله الدانين وعخوان أعطاهم شذة ستارين عروس التلخديد النزه هم بينزحوا كان جبل الحراز بيندز الله الدانين وعخوان عزل في الخوة والله الدانين وعخوان صناديد قوة الله الدانين وعخوان نشاط مروة والله الدانين وعخوان بسندوق سوى الله الدانين وعخوان عزل في الدنيا بحلوك من مغامرة الأسد بالبنية الله الدانين وعخوان عبارة وكوني وأحمد ربي عندي إخوان نهاية المنية عندي إخوان كتار وعداوتهم بالضرة كان حبوك بالزين والسمح تتمرك اسمع مني سرا واحتفظ بسرك ديل بينزحوا كان جبل اكتبر بيتحرك عندي اخوان بيآزروك كان عليك مصيبه كونك تندهش في الجوده ماها غريبه يسود في الحار علم كملين الطيبه ما بخطوك في وضع الشكك والريبه عندي اخوان عزل عندي اخوان عزل في الدنيا وانضف خامه واندعت الظروف لسلطه بيبقوا زعامه لا باللام ولا فوقك بخطوا ملامه طيب العشره عيكا سخنت كقامه تعال اوريك ناس العازلهم يا موسى كان خاووك غيرهم قوة ما بتكوسة عزيتوني فيكم قيم مغروسة كان العزة تاج فوق راسي تاج ملبوسة رجالا بدركوا معنى وضرر ما بضروا راس القايدة هم قايدينه ما بنجروا بشاشة فوق وجوههم خلقة ما بنصروا كان جات كاين فوقك كلهم بنشروا اتواضحتوا ما تعليتوا ما بتنحقروا أكبر مشكلة وليتوا معاكم كل يومك عادي ما مليتوا دينكم فوق لسه باقي ما حليتوا الجود حقكم وارسين وما سلفتوا متفقين ويوم الكائن ما تخلفتوا كلامي حقيقة حرام صمتي ما زيفتوا عزيتوني عزا يا الحدب ما شفتوا لبستوني تاج العزة بيه ومشيتا دينكم فوقي ما بنحلى مو غنيتا معاكم كل يوم بيضيمة ما حسيتا يدتوا اخواني بطلب كل ما تمنيتا حسستوني ان انسان لي مكانة قدرتوني تقديرا قفل كل خانة كسري جبرتوا جبرا يا الحدب بأمانة لبستونيته بعزا كبير وحصانة دينكم فوق عز مقروش دينا نسيده لا يوم القيامة بهوش اسمكم فوق على جدار الوصول منقوش جميلكم فيا يا نصب الوصال مفروش اتو تريسو ما بتراسو صناديد قوة في اليوم اللي بدقوا نحاسو اتو العزة والكرم النظيف من راسو واليوم التلين فيه الرجال في الراس واليوم التلين فيه الرجال في الراس يا سلام والله انتم ما مسكتوا حاجه وكتبتوا فيها الا واجدتوها اجاده يعني
يعجز عن وصفها اللسان. النجادي واحد من يعني القضايا المهمة، أو واحد من المساحات المهمة، واحد من القضايا في المجتمع اللي كتبوا فيها وبرضو أوفوها حقها وكفوا ووفوا زي ما بقولوا، اللي هي جانب المرأة، المرأة الأم، المرأة الحبيبة، المرأة الأخت، المرأة اللي كتبوا فيها شعراً وشكراً ونثر، ويعني كتبتوا فيها بتفاصيل مختلفة. النجادي كتب شنو عن المرأة تحديداً؟ والله نحن كتبنا غزل زي ما بقوله مطلق، شوقك جوا كون جيش حروب وكتايب، صورتك حاضرة إتن غبتي والله أنا غايب، يا أخي الله يا كم مصاب نساك الصايب، شنو المسكني للدرب النهاية مصايب، بعد فرقاك ليه كل المناظر شانا، تمسد سيل جروحي وتضحى زي ما كان، حسان الدنيا جتلس وكهواي ما دان الراكب فوق خيول شوقك زمن ما هانا، أنا يا أخي اللي صبحة حالي حال الحال وأمست من تعب ما ببالي حول، اتعذبوا يشور ست تليالي مترجيك وخطط في الفراغ الخالي، أقول أنساك حواسي عليك تكون من شط طريدك، كل ما غطيه ما بتغطى درب الشوق، أقول أتجاوز وبتوطى حب الريد قدر ما فت ما بنفتى، كل مشاعري نحو السمحة جاكات رفا جروحا فيا تبرا وغورا ما جفا، المشكم حواسي اللي قبيح ما شفا متمنيكي بيشر الله كفا كفا، جود يا ربي بيلي من الهواه مكنا، أجمع شملي بيها اللغيتها بتتمنى، ما تمت محاسنها بالدلال والحنة متمنيها بشرع الكتاب والسنة، جايب شهادة في الزوج والأدب والحشمة، سمحة طبيعة من غير الرتوش والوشمة، حسها ما ارتفع في الضحكة تكشم كشمة، لابسة عفافة توب بعد العفاف محتشمة، ليه ما هواك ما دام في المحاصن صفوة، كيف ما أسهر الليل الطويل دون غفوة، رسائل شوقي ليك بس هي جابت كفة، طمعين فيك زادك فبعادك جفوة، يا مولاي طالبك بالتزام ونزاهة بشرع الله، ألقى العفة ملازماها، ألقى الطيبة ألقى كنت بتمناها، ألقى السمحة ألقى الروبة مقاسماها، قل لي طاها فروقتها جمرة لكن بالصبر باطاها، اتلاقينا يوم بالصدفة أنا وياها نيم مجروح وحسب اللغية ما أحلاها، رغمك كلما دقيت يوم ما خشة، سهمك دق جوا وبرضو خارج رشة، عاشقك كان طراك فيه خاطر ما بتعشى قلوبنا قوية، لكن من تقابلك هشة يوم ما شوفي كان من تبرة صبري بضيع وبدخل منه في خور مبرة، الريد شفت في غيراي وماخذ عبرة لكن فيها جراحك أبد ما تبرة. لقيتها ولا ما لقيتها يا نجاب؟ والله لقيتها الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامة لقيتها. أنا جاد والله ما خلت لنا حاجة غير إنه نقول لك شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا على المساحة الجميلة وال يعني الدوبات والمسادير، وكانت نصوص رباعيات وإخوانيات وتجولنا في البادية بكل تفاصيلها، شكرا جزيلا. مرحبا بك والله يا حبيبي. التحية لك.